متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، إليكم الحصيلة المسائية. أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 126 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس إلى 22213 حالة بالمغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على النتائج السلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 1,187,822 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت حسب حالة وفاة ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 334 حالة، وتم التأكد من 59 حالة إضافية لتصل فيها الحصيلة إجمالي التعافي إلى 17,125. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي قناة شوف تي في، الحصيلة كترتفع يوم بعد يوم. أضنر بمدينة تازة 5 حالات مؤكدة، 5 حالات تحاليل إيجابية، 5 حالات للإصابة بكورونا أو الكوفيد-19. أعيد عليكم البلاغ، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 826 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 22213 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على النتائج السلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 1,187,822 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 7 حالات وفاة ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 334 حالة، وتم التأكد من 59 حالة شفاء إضافية لتصل فيها الحصيلة الإجمالية التعافي إلى 17,125 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي قناة شوف تي في، كنتم مع حصيلة الإصابات بكوفيد-19 مباشرة من مدينة تازة.